في لبنان أثار تسريب مقطع فيديو يظهر عددا من العناصر الأمنية اللبنانية وهي تنهال بالضرب والتعذيب على العشرات من المساجين في سجن رومي شرق بيروت، أثار موجة غضب عارمة في الشارع اللبناني. تمت إحالة عنصري أمن يشتبه في ضلوعهما في القضية للمحاكمة العسكرية. كما عقدت نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا صحفيا أكد خلاله نقيب المحامين أن ما حصل يشكل جريمة مذهبية وطائفية. لكننا أمام أسوأ فضيحة انتهاكات أخلاقية وإنسانية وجسدية ونفسية، وقد أقول طائفية ومذهبية، والمتورطون عناصر أمنية رسمية ممن يفترض بهم الحفاظ على القانون وحماية المواطن حرا كان أم سجينا، وفي الحالة الأخيرة كائنا ما كان جرمه بما فيه الاتهام بالإرهاب.